الوليدات صافا لاباس عليكم كيف بقيتوا كيبقى صحتكم مزيانه توحشتكم كيف ما توحشتوني مرحبا بكم عندي ومرحبا عندكم مرحبا بكم في قناه ديختكم ابنا في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي مرحبا بنا جداد مرحبا بنا القدام مرحبا بالجميع كنرحب بجميع الاخوات والاخوه اللي انضموا للقناه ديالي وكنقول لهم شكرا لكم بزاف مرحبا بكم في القناه ديختكم ابنا اللي هي القناه ديالكم وبكم البنات تتقدم بلا بكم انا ما كايناش فريمون شكرا لكم بزاف على الكومونتات اللي كتخليو ليا فريمون كنلقى لي كومونتير زوينين بزاف كيشجعوني كيخليوني نوض ندير لكم دي فيديو ما خدتكم شويه مكازا ما كنديرلكمش فيديو بزاف المهم ماشي مشكل ماشي هذا موضوعنا قولي بركه لينا باش نكمل بكا المهم كما قلت لكم مرحبا بكم بزاف 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 وشكرا لكم بزاف 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 هاد الفيديو هذا نتوما طلبتوه مني نتوما سولتوني عليه في لي كومونتير وشكرا بزاف للناس اللي جاوا عندي اخر فيديو للباغا مرحبا بكم على الرسولين اللي جا كما كنقول لكم ديما خاصنا عندكم نطرا في الفيديو النمره ديال التليفون كنخليها في صندوق الوصف ديما كنخليها لكم في الفيديوهات مرحبا بكم اللي بغى شي حاجه على الرسولين اليوم غنهضروا على واحد الكريم اللي دايره ضجه وكلشي كيسولني اليوم لبنى عافاك شرحيها لنا واش بصح زوينه ولا خايبه ولا 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 نعطيكم دي رومارك عليها وفريمون واش نفعتني ولا ما نفعتنيش باسكو انا جربتها عاد كونسيتيها للناس اللي هي البنات صودو كريم معروفه صودو كريم البنات ها انتما هي فيها الكبيره والصغيره بوغ المومون هنا في المغرب عندنا غير المويا اللي فيها 100 شحال من غرام فيها 125 غرام فريمون البنات هادي زوين اه ها هو الوصفه اللي فريمون انايا عجبتني فيها والطريقه كيفاش خدمتها بها فريمون زوين الرومارك اللون شي حاجه طوب باسكو جربتها انايا عطيتها لكليون اللي هما قرابي ليا جربوها قالوا البنات فريمون شي حاجه زوينه مي البنات قبل ما نعطيها لكم قبل ما نقول لكم كيفاش نخدموها بغيت نقول لكم تحاولوا تشوفوا اللي هي الاوريجينال راه فيها الميتاسيون شوفوا الاوريجينال شوفوا الباغا اللي كتيقوا فيها اللي تاخذوها منها الاوريجينال كتكون كلها باللونجلي كتقلبيها البنات كلها باللونجلي واحد اللايبه هنايا كتلقاها محبه المهم كلها باللونجلي والتكستور ديالها ملي كنحلوها حيت دي صراحه انا عندي ديال الدار دابا نشارك معكم في ستوري ديال الانستغرام هذه مسدوده عندك التكستور ديالها كتكون ماشي قاصحه وفيها بحال شي حبيبات ولا المهم كتجي قاصحه هذه دايره بحال كريم شونتي اللي كتكون اوريجينال دايره بحال كريم شونتي كريم بحال كريم شونتي ديما كوزينه تبعنا حنا العيالات دايره بحال كريم شونتي مي كتهزيها كتلقى التكستور ديالها ليجير وخفيفه وزوينه مي كديرها في لابو ديالك كتمشي نيشان تقولي ليش كتصلح نقول لكم البنات هذه فريمون اونتي طاج لي بوطون اللي كيخرجوا لنا ديال لا رجل الحب الشباب لي سيكاتريس فريمون البنات غزال هادي البنا لي بيبي ديالنا اللي كيهبطو كيديرو كريم دو شونج بور بيبي فريمون عندها بليزيوغ افيكاسيتي في اللي عندنا حنايا الكزيما المهم البنات عديد 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 والناس اللي فريمون عندهم لابو ديالهم موحداش غادي نحضرو ليها نهضر على تجربتي كتوحيد البشره هادي البنات باش توحدي بها البشره ديالك بالنسبه لي لهنايا الكود للركابي هنايا بعض المرات كيكونوا دايرين الدراري كيخرجوا يبقى لنا هنايا هذا المهم اي بلاصه داكينه ولا سمراء فريمون زوينه بزاف كيفاش الطريقه نخدموها تقدري ديريها بوحدك تقدري ديريها بوحدها تقدري ديريها مع ويل ديال ولده مونتوس زيت اللوز الحلو فريمون زيت اللوز الحلو حتى هي البنات لي امانه فيه كثيره بور ايدغاتاسيون بور شوفو بور لي زيو المهم زوينه البنات هادي اللي كنخلطوهم بجوج تقولي لي كيفاش قبل ما نخلطوهم بجوج شنو كنديرو هاد البرودوي هذا اللي هو صودو كريم ما كنديروش بوحدو ما كنقطوش نديروه على وجهنا اول حاجه البنات كنقطو كنغسلو وجهنا بواحد لو جيل ديالنا بواحد لو جيل ديالنا كنديرو واحد كوماج خفيف واحد لو جيل اللي فريمون زوين بزاف من بعد كننشفوه واحد الفيطه ديال كل شي حاجه ولا قطينا لي اكثر ما من بعد كنقبطوا واحد امبتي واحد شويه ديال الكريم من هذا من صودو كريم وكنديروه مع واحد جوج قطرات ديال زيت اللوز كنخلطوا الكل مزيان وكنديروه كوم ماسك للوجه ديالنا ما كديريش دهنيه لا كديري واحد الكونتيتي اللي هي كبيره كتخليها باينه
في لابو ديالك، كتزيد واحد الشويش بحال كدير ماسك كوم ماسك للفيزاج ديالنا لوجه ديالنا، كنخليوها من ساعه حتى لساعه ونص ماشي مشكل، وكنغسلوها. تقولي لي واش نمسحها ولا نغسلها ولا كنغسلوها مي الطريقه باش نغسلوها كيفاش نديرو البنات، باسكو هي كريمي ثقيله، الزيت كتزيدنا لابو ديالنا، دونك كنقبطو واحد شويه واحد الفوطه ماشي كنغسلو واحد الفوطه كنغسلو فيها كنديروها فيها شويه الماء دافي، كنقبطو كنبقاو نغسلو كنبقاو نمسحو لابو ديالنا بشويه بشويه بشويه، كنبقاو نمسحو 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 حتى كتمسح لنا لابو ديالنا مزيان، ما كتبقالناش ايدغاتيا باسكو باردون ما كتبقالناش مزيته ما كتبقالناش داكينه، كنخليوها صافي كنغسلو وجهنا هادي نورمال ديك الساعه بالماء اللي هو بارد ماشي دافي، انا سالنا ما دافي، دونك كنغسلو وجهنا نورمال، كنقطو واحد كريم ايدغاتونت اي كريم ايدغاتونت ديال كديري انتينا اتقطي ايدغاتي بيه لابو ديالك، وها هي الوجه ديالك ولا زوين غزال ايدغاتي بحال لابو ديال لي بيبي، وماشي غير الوجه صراحه البنات كتصلح حتى لي زسال ايو لي كود كما قلت لكم الحبوب لي سيكاتريس فريمون البنات كنوجهي سمار ليا بالشمس واحد الوقيته كنت ايفيتات ماشي ايفيتات ميكت على على كما قلت لكم البنات فريمون كتصلح لي هادي انا كنقولها نسميها كريم المعجزه فريمون زوينه بزاف غزاله 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 ديروها ما تندموش عليها والله ما تندمو عليها باش ما ننساش البنات اللي كيقولوا ليها فيك البلوغ تاعنا مع التليفون تخليها لنا وديجا خديتها لكم في الفيديو اللي قبل وانا عاود لكم دابا نشكلوا عليها وتقيدوها عندكم اللي هي 05 32 03 33 63 05 32 03 33 63 ها نتوما البنات غتلقاوها هنايا، انا حطيت لكم صندوق الوصف ما تبانلكمش مزيان، انا حطيت لكم صندوق الوصف فريمون البنات شي حاجه غزاله ما تندموش عليها كاع. مرحبا بكم في كما قلت لكم بزاف كيقولوا لبنا ما كنلقاش النمره ما كتخلينا في كنلقاوهاش في الفيديو كنخليها في اول تعليق كنايبانكليها في اول تعليق وكنخليها في صندوق الوصف ادخلوا صندوق الوصف وتلقاوها وانا هاد لكم النمره باش ما تجيو الاولاد فاس ما تغلطوش اتصلوا ليا انا هاد لكم فينجان نيشان باينه راه بزاف صراحه اللي جا واللي كيجي من لي فيديو كندير له واحد الخصم ديال 10% 5% على حسب لا كوموند اللي عندي. مرحبا بكم بالجميع، النمره كما نعاودها لكم كما قلت لكم 05 32 03 33 63. مرحبا بالجميع، الى فيديو قبل ان شاء الله ما تزابيوش خليكم معنا تهلاو في راسكم.